بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان المبارك کا پہلا جمعہ ہے. یہ کلمات پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہر بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے. کلمات سماعت فرمائیں. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم واقية كواقية الوليد يا حنان يا منان يا حل المشكلات ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.